أقسم بالله بشرفي يا أخي، ابتلينا بالعراق والله العظيم بشرفي، يعني هذا يعني بشرفي أقسم بالله. يعني لو أعرف هذا الأمر راح ينتهي بهالشكل بالعراق، حرام كان أشتغل ضد صدام. أنا أبقى أسبيه وهو يسبيه، وهو يحاول يقتلني وأنا أحاول أقدره أقتله، بس ما أجي أشتغل حتى أوقعه ونجي نسوي إحنا يعني دولة بالمعارضة يا ديمقراطية. دكتور، أيام المعارضة بلندن لما أنتم كنتوا كلكم موجودين بما فيهم حضرتك، ما كانت الصورة واضحة لك أن الجماعة والأخوة والولد كلهم لديهم رغبات شخصية، مرة يتقوقعون مذهبيا ومرة جغرافيا ومرة براغماتيا، ما كانت الصورة واضحة بهذا الشكل؟ لا واضحة واضحة، بس والله ودعتك بشرفي أستاذ نجم أحكي لك شيء. أي ما كنت تتصور من ننتقل للعراق راح المشاكل تتضاعف بهالشكل هذا. وشنو عليش تضاعفت؟ على على الأهداف المادية على المواقع. يعني أنت سامع هسه أحكي لك إطار التنسيقي والصدريين يحشون على برامج، هسه سامعني ما يحشون على برامج، يحشون على مراكز ومواقع. زين، فلهذا احنا انا حسيت بالقضيه من يعني في 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 وقتها من لندن، بس قلت ما معقوله يعني نرجع العراق وهمنا نعيش بنفس الدوامه. دكتور خليني اكون صريح وياك، انا سنوات طويله جمعني معك حوار مباشر امام العراقيين، يعني في أغلب حواراتنا كنت أشعر أنك ممتعضا في الحوارات السابقة، لكن في الحوار الحالي أشعر أنك يائس تماما من الذي يجري أو سيأتي. لا يعني ضد اللي ده يجري، ضد بالكامل، ولهذا أقدم اقتراحات تلو الاقتراحات، وأنا متفائل بنتيجة العراق. يعني الشعب العراقي أحكي لك شيء والله العظيم، أنا المتظاهرين رجعوا لي ثقتي بالشعب العراقي أقسم بالله بشرفي. نعم، والذول اللي يضحون بأنفسهم وما حد يوقف وياهم، فرجعت وقمت أتعاون وياهم سلميين طبعا مو المندسين. فلهذا تعرف حضرتك يعني احنا لازم نطلع إلى الشعب كشعب. هسه تسأل لي 95% من الشعب العراقي، من تسألهم 95% ضد النظام الحالي، ضد العملية السياسية، نعم، ضد الديمقراطية، حتى ما شافوا شيء من الديمقراطية غير الكآبة والقتل والذبح.